السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة الدوت نت كور ولغة سي شارب. خلال هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على مفهوم الوظائف الميثودز. طبعا الميثودز هو مفهوم متقدم أحبتي في الله ومرتبط بشكل أكبر بالبرمجة الكائنية التوجه Object Oriented Programming، لكن اصطلاحا سنسميها ميثودز، وهي في الأصل اسمها Functions and Procedures، الدوال والإجراءات، لكن حينما نتحدث من منظور كائني التوجه فإننا نقول اسمها وظائف، وكل هذه الأسماء تحيل إلى نفس الشيء. فالفانكشنز والبروسيجرز والميثودز تقريبا تحيل إلى نفس الشيء مع اختلاف في طريقة الاستعمال. الميثود مرتبطة كما ذكرنا بالبرمجة الكائنية التوجه، والفانكشنز والبروسيجرز هذه مرتبطة بالبرمجة الإجرائية Procedural Programming Languages مثل Visual Basic ومثل لغة باسكال وما إلى ذلك. لكن على العموم أحبتي في الله، ما هي الإجراءات وما هي الدوال؟ الدوال والإجراءات الفانكشنز والبروسيجرز هي من المفاهيم البرمجية الأساسية المهمة، والتي تمثل مجموعة من الأوامر البرمجية التي تؤدي عملا معينا، يعني نقوم بكتابتها بغرض استدعائها في أماكن معينة، بحيث تكون هذه الأوامر مجمعة تحت اسم ما، يعني نعطيها اسم، وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ الأوامر المندرجة والمنضوية داخله. والغرض الأساسي من استخدام الدوال والإجراءات هو منع تكرار كتابة الأوامر في مشاريعنا، يعني بدل أن نكتب الأوامر في أكثر من مكان في البرنامج نقوم بتجميعها داخل وحدة معينة. هذه الوحدة إما أن تكون function وإما أن تكون procedure على حسب طريقة الاشتغال. وتأتي أحبتي في الله الإجراءات والدوال ضمن أحد أشهر مبادئ التصميم البرمجي، وهو dry اختصارا ل don't repeat yourself، تكتبها كذا dry اختصارا ل don't repeat yourself، بمعنى لا تكرر نفسك. يعني الغرض من الدوال والإجراءات هو تفادي التكرار وتفادي إعادة كتابة الأوامر البرمجية، بحيث نقوم بوضعها في مكان معين ونعطيها اسما، ثم نمرر لها البارامترات إن وجدت هذه البارامترات، ثم بعد ذلك نقوم باستدعائها في الأماكن التي نحتاجها. وبمجرد ما نستدعي الفانكشن أو البروسيجر من خلال اسمها يتم تنفيذ الأوامر البرمجية الموجودة داخلها. لكن ما هو الفرق بين الإجراءات وبين الدوال؟ الإجراءات البروسيجر هما نفس الشيء، لكن تختلف أو يختلفان فيما بينهما من خلال طريقة الاشتغال. فالإجراءات هي أيضا مجموعة من الأوامر التي تؤدي عملا معين لكن دون أن ترجع لنا قيمة. فالبروسيجرز تكون void، يعني البروسيجر هي عبارة عن void، مثل static مثل المين void، لأنها لا ترجع لنا شيئا، تقوم بعمل معين فقط لا تعيد لنا أي قيمة. بينما الفانكشن يكون لها بدل void يكون لها data type، يكون لها نوع بيانات تقوم بإرجاع قيمة من نفس هذا النوع. هذا هو الفرق بين الدوال وبين الإجراءات. الدوال الفانكشنز ترجع لنا قيمة معينة، والإجراءات البروسيجرز تقوم بإجراء عمل معين دون أن ترجع لنا شيئا. والدوال أو الإجراءات ممكن أن تستقبل بارامترات كما هو الحال في المين ميثود، تستقبل مصفوفة تسمى arcs، يمكن أن نمرر لها بارامترات أخرى. فالبارامترات أحبتي في الله نستعملها حسب حاجتنا إليها، إذا لم تكن هناك حاجة إلى البارامترات لا نستعمل البارامترات، وإذا كانت هناك حاجة نقوم باستعمال البارامترات. والبارامترات ما هي؟ هي متغيرات داخلية تنتظرها الإجراءات والدوال من أجل استخدامها داخل الدالة أو داخل الإجراء للحصول على نتيجة معينة. ويكون الإعلان عن البارامترات كما تلاحظون معنا داخل قوسي الإجراء أو الدالة، مع تحديد نوع بيانات كل بارامتر، وكذلك طريقة الحجز، لأن هناك طرق متعددة للحجز. عندنا الحجز بالقيمة by value، والحجز بالمرجع by reference، وسنوضح الفرق بين الطريقتين فيما بعد إن شاء الله. لكن الآن بعد أن قدمنا لمفهوم الإجراءات والدوال نظريا بما يكفي، تعالوا بنا نطالعهما عمليا. على بركة الله والبداية مع الإجراء، مع البروسيجر سننشئ إجراء static. كما ذكرنا الإجراء لا يرجع شيئا، نسرع عنه باستعمال الأمر void، نسميه مثلا show message. هذا الإجراء أحبتي في الله القوسين ثم المعقوفات، هذه هي صيغة إنشاء البروسيجر أو الميثود بشكل عام. فالفانكشن أيضا نفس الكيفية، لكن نستبدل الفويد بنوع البيانات، يعني لو تعيد قيمة رقمية int، لو تعيد قيمة نصية string، وهكذا دوالي. طبعا الإجراء لا يعيد شيئا، نكتب void. الإجراء show message لا يرجع لنا شيئا ولا يستقبل أي بارامترات، لاحظوا القوسين فارغين يعني انه لا يستقبل اي بارامترات. ممكن ان نمرر له بارامتر هنا من نوع نصي string نسميه name، ثم نقوم باستعمال هذا البارامتر، يعني هذا المتغير الداخلي، نستعمله في رساله write line ونقول له مثلا
نضع هذا الرمز ثم ويلكم، ثم نقوم بدمجه مع نيم. هكذا. فنحن الآن استعملنا هذا البارامتر داخل الإجراء. وكما تلاحظون أحبتي في الله، الإجراء لا يرجع لنا شيئا، فقط يقوم بعرض الرسالة، لا يعيد لنا قيمة أو نتيجة معينة، فقط ينفذ هذا الأمر. يمكننا الآن أن نستدعي هذا الإجراء داخل الكلاس مثلا، أو داخل أي مكان في المشروع إذا جعلناه بابليك. فسنقوم باستدعائه الآن. كيف نستدعيه؟ نستدعيه من خلال الاسم شاو. لاحظوا تم التعرف عليه، شو مسج. لو كتبنا شو مسج ثم فتحنا القوس سيقول لي لابد من تمرير بارامتر من نوع نصي. سأمرر له مثلا خالد، هكذا، ثم فاصلة منقوطة. الآن استدعيت الإجراء ومررت له قيمة معينة. لو ضغطت على كنترول اف 5 لاحظوا ويلكم خالد. ما الذي حصل أحبتي في الله؟ تم يعني النداء على الميثود، يعني على الإجراء المسمى شو مسج، وتم تمرير القيمة النصية خالد إلى البارامتر نيم، فتم استعمال قيمة هذا الفاريبل داخل هذا النص ويلكم خالد، وبالتالي تم تنفيذ هذا الأمر. هذا فيما يخص الإجراء أحبتي في الله. كما تلاحظون فهو يقوم بعمل معين دون أن يعيد أو يرجع لنا شيئا، على خلاف الفانكشنز الدوال، فالدوال تقوم بإرجاع شيء معين. طريقة التصريح عن الدوال كما ذكرنا أيضا بنفس الكيفية، استعملنا ستاتيك لأن المين مصارع عنها بستاتيك، فبالتالي إذا أردنا استعمال أي ميثود أو أي فاريبل خارج المين لابد أن يكون مصارع عنه بستاتيك. ستاتيك نستعمل مثلا دالة ترجع لنا قيمة عددية، ستاتيك انت نسميها مثلا اد، تقوم لنا بجمع عددين، سنمرر لها عددين، يعني سيكون عندي هنا تو بارامترز، تو arguments، من نوع رقمي int a ثم من نوع رقمي اخر int b. الان الداله تستقبل رقمين، لاحظوا يسطر عليها بالاحمر، لماذا؟ لانها لا ترجع شيئا، والمفروض ان الداله ينبغي ان ترجع شيئا. لاحظوا ما هو الايرور، يقول هنا not all code path return a value، يعني لا يرجع شيئا، فبالتالي ينبغي ان يرجع شيئا. صيغه الارجاع في الدوال تكون باستعمال الكلمه المحجوزه reserved keyword المسمى return، return ثم نرجع قيمة من نفس نوع الوظيفة، من نفس نوع الدالة، الدالة رقمية، سنرجع قيمة رقمية. يعني ممكن أن آتي هنا أكتب int result يساوي a plus b، ثم أقول له هنا return result، يعني أرجع لي النتيجة. وبمجرد ما نستدعي هذه الدالة ونمرر لها قيمتين رقميتين، سيتم حساب مجموعهما وتخزينهما في الفاريبل المسمى result، ويتم إرجاع قيمة الريزلت، ويمكننا استعمالها في مكان آخر. لكن يعني حتى نسهل الكتابة يمكننا الاستغناء عن هذا المتغير لأنه زائد، ومباشرة نرجع A plus B. هكذا باختصار وبشكل أسهل وأفضل. فالآن عندنا function اسمها add ترجع لي مجموع عددين يتم تمريرهما على شكل بارامترات. سآتي هنا int مثلا sum يساوي ماذا؟ يساوي add الدالة عندنا، ونمرر لها قيمتين مثلا 10 و 45، ثم أقوم بطباعة sum write line sum. sum ستقوم باستدعاء الدالة add وتمرر لها القيمتين الرقميتين 10 و 45، وكما هو معلوم الدالة add تقوم بإرجاع مجموع العددين، يعني سترجع لي 10 زائد 45، وبالتالي سيتم تخزين نتيجة الدالة في الفاريبل sum، يعني 10 زائد 45 اللي هي 55، سيتم تخزينها في sum وسيتم عرضها هنا. لو نفذنا سنحصل على 45 55. ممتاز، لاحظتم كيف أحبتي في الله؟ هذا فيما يخص الدوال. أيضا هنا هذا الفاريبل يعني هو زائد، يمكننا مباشرة أن نمرر الأد، يعني كنترول إكس هنا، ثم نزيل الفاريبل من هنا، يعني بين قوسين الرايت لاين بين قوسين، ثم نستدعي الفانكشن ونمرر لها القيم التي تنتظرها. لو نفذنا سنحصل على نفس النتيجة السابقة. بهذه الكيفية أحبتي في الله قد تعرفنا على جانب مهم في البرمجة، وهو مفهوم الدوال والإجراءات. كما ذكرنا الدوال والإجراءات هو مفهوم أو مصطلحات موروثة من البرمجة الإجرائية. أما في البرمجة الكائنية التوجه فسواء استعملنا function أو procedure فكلاهما يسمى method، لأن الميثود مرتبطة بالبرمجة كائنية التوجه أو البرمجة الشيئية التي سنراها إن شاء الله في الحلقات المقبلة. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة. أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد، ونلتقي في حصة مقبلة بحول الله وقوته. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.